ورجعنا مرة تانية دكتور. أنا عايزة نتكلم عن الاتيكيت، اتيكيت التعامل مع تحدي الإعاقة. تمام. كل حاجة ليها فن وليها أصول. بالزبط. إيه أصول التعامل مع تحدي الإعاقة؟ طيب روعة. أنا بس عايز أذكر حاجة عشان كان في فرد معانا بطل، أستاذة فاطمة أحمد، هي طبعا لظروف مرضية ما جاتش، هي أول ميك اب أرتست على مستوى مصر والوطن العربي من ذوي الاعاقه، وشغاله ومشهوره وهي شله الاطفال، ومعروفه جدا في المجال، وحاصله على المركز الاول في القوس والسهم في كاس مصر، فيعني وثالث جمهوريه في الكاراتيه. احنا بنحييها من خلال برنامجنا يعني لو هي بتتفرج علينا من الفريق يعني. ربنا يكرم. اتيكيت التعامل مع متحدي الاعاقه دي من اهم واقوى الحاجات اللي فعلا متحدي الاعاقه محتاجها. ليه؟ انا بيجي لي استشارات من 2010 على مستوى مصر والوطن العربي، في بنت تقول لي انا بقالي سنه ما خرجتش بسبب نظره، بسبب كلمة قالت لي، بسبب حد اتعامل معايا غلط بالكرسي فوقعت، أعرف بطل رياضي حد اتعامل معاه غلط وساعده غلط بالعافية فوقع واتكسر رجله قبل البطولة بثلاث شهور. ففي حاجة اسمها اتيكيت التعامل وفن التعامل مع متحدي الإعاقة، وأنا عاملها مدرب، يعني أنا عاملها دبلومة بدربها في مصر وبره مصر، دبلومة عشان نعلم الناس إزاي تتعامل مع ذوي الإعاقة، على مستوى الإعاقة الحركية، على مستوى الإعاقة السمعية، على مستوى الإعاقة البصرية، كل إعاقة ولها اتيكيت مختلف. وليكن مثلا لو هنتكلم على الإعاقة الحركية بالنسبة للأستاذة فاطمة، أنا الكرسي المتحرك ده أو العكاز أو أي حاجة ده جزء مني، يعني ده كأنه جزء مني، أنا ما ينفعش أبقى واقف مع متحدي الإعاقة وأمسك الكرسي أو أمسك العكاز أو أسند عليها، هي مش مسند. وده جزء بتحس ان في المنطقه بتاعتي الخاصه، حتى احنا احيانا في الاسانسير بنبقى قاعدين ولو زحمه شويه بتبقى الواحد عايز يخرج الطاقه بتاعتك ما ينفعش حد. وانا بتعامل مع ذوي الإعاقة اساله قبل ما اساعده، حضرتك محتاج مساعده؟ ويبقى المسافه بيني وبينه متر، ما تدخلش في نطاقه، لا متر، حضرتك محتاجه مساعده؟ تمام. بط مثلا فاطمه قالت لي ايه؟ لا والله. طيب تمام. في ناس تقول لك طب ما ممكن يكون مكسوف او محروق، فاساله سؤال تاني واوضح له، حضرتك انا عندي استعداد كامل اساعدك، انا ما عنديش مشكله. فلو حد مكسوف يقول لك طيب خلاص تمام. طيب هل انا اساعد على طول؟ لا، حتى بعد ما يتقال لي مفيش مشكلة؟ طيب حضرتك قول لي أساعدك إزاي؟ دي مهمة جدا. ليه بقى؟ كل كرسي متحرك بيختلف عن التاني، احنا الكراسي الرياضية بتاعتنا بتتفك كذا حتة، العجل بيتفك والكرسي ويتطبق كله، فممكن يشيل من عجلة تتفك ويشيل ينزل سلم فيقع، وحصل كتير. الناس ما عندهاش وعي بالكلام ده بقى. بالظبط، حصل كتير جدا. بالظبط. فأنا أعمل إيه؟ أسأله طب حضرتك أساعدك إزاي؟ أشيل الكرسي إزاي؟ فيقول لي والله من الجزء الحديد ده أو من ده. نقطة مهمة جدا، لو حد من متحدي الإعاقة رايح مصلحة حكومية، تمام، ومعايا حد أو رايح لدكتور، دايما الدكتور أو أي حد بيتكلم مع الشخص اللي رايح مع متحدي الإعاقة، حتى يبقى عايز يشكي أو يقول له طب ثواني عنده إيه؟ كذا كذا، بيشتكي من إيه؟ كذا. طب ده فين؟ عشان معاق. لا، ده كيان وشخص له اعتباره، فاسأله، لأن هو أولا هو أكتر واحد حاسس وله التقدير. ذوي الإعاقة الحركية ما ينفعش أكلمه وأنا واقف، فهو هيبقى باصص لي كده. تخيلي حضرتك اصلا بتتعاملي مع اي حد وانت باصه له كده في الحوار طول الحوار، حاسه بايه؟ لازم اقعد. هتحسي ببدونيه وهتحسي بحاجه نفسيه تضايقك جدا، تقعدي او توطي او تجيبي كرسي وتقعدي، يبقى مستوى النظر نفسه قريب يعني. حاجه اخيره مهمه جدا، متحدي الاعاقه الحركيه، الكرسي المتحرك ده مش ترابيزه. يعني ايه؟ تلاقي حد متحرك معاه ومعاه شنطه، بيحط الشنطه على رجله ومعاه حاجه يحط وبطه كل حاجه معانا، انا بشيلها كل حاجه، وتلاقي قلع بالطو او جاكيت مثلا يحطه من غير ما يستاذنه اصلا، ولا كانه ترابيزه. ما ينفعش، ما يصحش، ده مش اتيكيت التعامل. طبعا. هو بيحس قد ايه ان انا موجوع. ممكن استاذنه، ممكن احط تمام. زي ما عادي اقول لاي واحده صاحبتي ممكن تشيلي لي الجاكيت بتاعي، ممكن عادي يعني، بس لازم اسالها يعني، لازم اقول لها ممكن دقيقتين بس الجاكيت تشيليه لي وقبل ما اخده تاني منك. بالظبط. لكن يعني ما تعملش ما تعملش يعني. فاطمه او الناس ومتحدي الإعاقة سامعين، لكن ما هياش يعني مش انه عشان هي فاطمه قاعده على كرسي يبقى انا متاح ليا ان انا ده انا عايز اقول حركه، يعني بعض السيدات تلاقي معاها الشنطه تعلقها على الكرسي من جوه على الكرسي كانها شماعه. والله بتبقى حاجه زي كده احنا بنشوفها بسيطه. لا، انا بيجيلي استشارات. ده انا في واحده في نقطه كمان، دي بتأزم متحدي الاعاقه جداً. نفسيا جدا جدا، بتكسره من جوه، بتوجعه. لان انت يعني بص، الرساله اللي انت بتوصلها له ان انت لا قيمه لك، ان انت عادي. في نقطه كمان، في المترو مثلا
تمام. انا وانا بساعد متحدي الاعاقه في المترو ويطلع الكرسي، لو سمحت انا ممكن اخلي الكرسي بالعكس، ولازم واحد من قدام واحد من ورا. ما ينفعش يبقى احنا بنلاقي فرح يعني، بنلاقي خمسه سته وكله عايز يساعد. في نقطه كمان مهمه، الناس دايما عندها خير ودي حاجه جميله، تقول لك انا عايز اساعد. طب اعرف الاول تساعدني ازاي، لان انت ممكن تساعدني فتوجعني، ممكن تساعدني. ما دي قله وعي بقى من بالزبط. الناس بتبقى قصدها خير طبعا، بس لازم يبقى في وعي. طبعا ايوه، عشان كده احنا اساعد. الله ينور عليك، وعشان كده من منطلق حضرتك ربنا يكرمك استاذه سوا، وعايزين نعمل فعلا حلقات كتير بالتعاون مع الاهالي ان شاء الله، عشان نقول للناس كلها، الناس جواها خير واحنا محتاجين مساعده يعني. متحدي الاعاقه محتاج مساعده، بس يعرف ازاي يقدر يساعد. طبعا كلنا محتاجين مساعده. اصدقائنا عملوا مبادره اسمها الكرسي اسلوب حياه، دي علمونا فيها ازاي نتعامل مع الكرسي المتحرك، ودي كانت جميله جدا. تمام. واحنا في نقطه كمان، عندنا مشروع اسمه بدايه حلم تبع الدكتوره علا مصطفى مدربه دوليه في جمعيه بدايه الخير. عملنا مشروع تاهيل تدريب تشغيل لذوي الاعاقه، من ضمنه التاهيل للمجتمع. احنا بندرب على، ودي كان في الاستراتيجيه، بندرب على ثلاث محاور. اول حاجه متحدي الاعاقه نفسه محتاج تاهيل، دعم نفسي و زي ما استاذه فاطمه كانت بتقول. ثاني حاجه الاب والام، لان دول اكتر ناس احيانا، انا بيجي لي استشارات احيانا هم بيبقوا مش الداعم، بيكونوا هم سبب الكسر من حقوقهم، من خوفهم. بلاش، لا ما تلعبيش اللعبه ديت، لا ما تنجحيش. ما انت خايفين، ما خايفين، بس لازم، ما احنا عشان كده بقى بنأهلهم. يعني انا في بنت قالت لي انا فقدت فرص زواج كبيره جدا من اهلها. يجي لها بالفعل. بس يا بنتي انت محتاجه الجواز ليه؟ طب ما احنا كلنا حواليكي. طب عندهم قناعه ان المتحدي الاعاقه ما ينفعش يتجوز. فانا حتى تواصلت معاهم وعملت معاهم استشاره، هو ده مش بني ادم، هي دي مش انسانه محتاجه تحب وتتحب وتعيش حياتها. من حقها. ثالث نقطه المجتمع، تاهيل المجتمع، وده اللي بقى من ذوي الاعاقه والاتيكيت وكود الاتاحه. رجاء من كل مؤسسات الدوله يكون في اتاحه. رصيف لما يتشال ويتعمل رصيف جديد حاجه روعه، بس ما يتعملش نص متر. على فكره بعيد عن ذوي الاعاقه حتى كبار السن ما بيعرفوش يطلعوه، فانا لازم اتشال. لا هو بيبقى فيه يعني طرق معينه اظن. الرصيف في رام تركن قدامه عربيه. لا وفي الرصيف اللي في النص في الطريق ما بيبقاش في رام، لان صعب يعمل لك عشان الطريق. فنراعي الحتت دي كلها اللي استاذه فاطمه بتقول، بيبقى فيه بطل رايح يحقق يجيب ميداليات يرفع علم مصر، بس في عقبات اثناء. عشان كده حته بقى في التنميه البشريه قويه جدا، في مقوله لكلود بيبر بتقول ايه، الحياه مثل الدراجه لن تسقط الا اذا توقفت عن التبديل. طول ما انت مكمل وبتبادل بيحصل توازن. كذلك الحياه، طول ما انت مكمل، ودي رساله احنا بنصدرها لذوي الاعاقه ولكل مشاهدينا حتى من اصحاب التحديات ومن اي حد، طول ما انت مكمل وبتجتهد وبتتدرب وبتتعلم وبتسعى استحاله هتقع. حتى لو وقعت مش مشكله، بس كمل وكمل هتوصل. بفضل الله تعالى. طبعا. طيب احلامك ايه بقى؟ قبل ما انهي الحلقه عشان خلاص كده. بدايه حلم، انا مدير التنفيذي لمشروع بدايه حلم. ف ايه المشروع ده اللي حضرتك عليه؟ هو التاهيل التشغيل التدريبي لذوي الاعاقه، هي المدير التنفيذي وانا مستشار التدريبي فيه، ربنا يكرمك. ده بجد حلمي ان هو يبقى، هو المشروع اسمه بدايه حلم. بدايه، هو بدايه حلم. وعلى فكره على مستوى مصر والوطن العربي هنعمل تعاون دولي كمان، بتدرب ذوي الاعاقه هنا وفي الوطن. فده من اكبر احلامي حاليا، ده ان شاء الله بشتغل عليه. بشتغل في شركه تانية، بس هو ده حلمي، هو ده اللي انا بشتغل عليه ليل نهار يعني. علشان نوصل بكل ذوي الاعاقه ان هو يوصلوا كلهم وذويهم مؤهلين نفسيا اجتماعيا بدنيا. ان شاء الله نوصل للتاهيل الكامل ان شاء الله. قولي لي يا فاطمه. انا نفسي اتفوق في رياضه القوس والسهم زي ما تفوقت في رياضه رفع الاثقال، وكمان عايزه في موضوع التحكيم، انا دلوقتي حكم دولي درجه ثالثه، عايزه ابقى درجه اولى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده بيجي ازاي بقى؟ بالدورات. بالدورات ان شاء الله. اضافه بس بسيطه، فاطمه معايا من 2014 في مبادره اسمها هنقدر، هي السكرتيره الخاصه لدعم متحدي الاعاقه. فحد رائع جدا، وحد حابب قوي يساعد متحدي الاعاقه ويساعدهم ان هم ينجحوا زي ما هي نجحت. كلمه اخيره لحضرتك يا دكتور قبل ما انهي الحلقه. رساله سريعة. اجعل جراحك وقود لنجاحك في كل حياتك، واجعل من الإعاقة انطلاقة. الله بشكرك جدا، بشكركم جدا، شرفتوني ونورتوني، بشكركم جدا. شكرا. ومشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وإرادة مصرية جديدة.